النهاردة هنتكلم على السمارت هومز والبيوت الذكية والبيوت الحديثة، ولازم طبعا يبقى معانا الرأي الفني بقى، رأي طبعا مهندس الديكور. فمعانا دلوقتي باشمهندس أحمد رحال، مهندس الديكور. برحب بك يا أهلا وسهلا، تشرفت. إيه رأيك بقى في موضوع السمارت هومز ده؟ والله السمارت هوم يمكن زمان كانت الناس بتبقى شايفاه رفاهية، لكن دلوقتي يمكن خلاص بقى ما عادش رفاهية، ده بقى من الحاجات الضرورية. زائد كمان إن هو أول ما بدأ السمارت هوم كان غالي جدا، فواحدة واحدة السعر بتاعه بدأ ينزل وبدأ ينتشر هنا في مصر، كمان بدأ ينتشر بقوة شديدة، يعني ناس كتيرة جدا بقت بتركبه. طب ايه هو، تعالى نعرف كده اصلا ما هو السمارت هوم. هو السمارت هوم عبارة عن ان انا بعمل حاجات بتزود لي معدل الراحة، بتزود لي معدل الامان. يعني تعالى بقى نقول مثلا امثلة مثلا معينة، يعني لو تعالى نتكلم مثلا عن الكاميرات، فايه اللي الفرق ما بين الكاميرات العادية والكاميرات بتاعتي اما ادخلها تبقى سمارت، او ما تدخل او ما ندخل الكاميرات العاديه جوه نظام السمارت بتاعي. لا، اما بدخلها جوه نظام السمارت بتاعي، فاول ما بيحصل اي مشكله مثلا او اي حد يدخل المكان بتاعي، ففجاه بيجي لي نوتيفيكيشنز على الموبايل ان في حد مثلا عدى من قدام الكاميرا دي الساعه كذا، حد دخل البيت او حد واقف مثلا في الريسبشن بتاعي وانا مثلا مسافر مثلا. غير الكاميرات العادية، الكاميرات العادية انت بتتسرق وكل حاجة بتحصل وبعد كده بتعرف الاخر، بتتفرج على الشريط بقى تاني من الاول، انت بتعرف ايه اللي حصل بس ما بتعرفش حاجة. لكن انت الكاميرا السمارت بقى لما بتحول الكاميرا على العادية على طول بيبعت لك في لحظتها حالا، بيقول لك حالا في حد حالا، فانت ممكن تتصرف، فدي بتزود معدل الامان. في كمان ممكن ان احنا بيتحط حاجات انذارات مثلا على الشبابيك في اوقات معينة، مثلا الساعة 2 الساعة 3 الانذار ده بيشتغل، اول ما الشباك بيتفتح بيديك برضو نوتيفيكيشنز على الموبايل ان في حاجة. في دلوقتي كمان موضوع السنسورز، لو مثلا عندك طفل مثلا في الاوضه، فالطفل ده عيط مثلا وانا يعني قاعد بعيد، مثلا قاعد في الريسبشن او في فيلا في تحت وهو نايم فوق، فبيبعت لي نوتيفيكيشنز بالسنسور ان في حد ساوند بقى بيستشعر الصوت فيروح باعت لك ان في حد بيعيط. فايه ده يعني الموضوع يا جماعه بقى مش رفاهيه، ده لا ده ابني فوق وانا قاعد تحت، طب هو قاعد يعيط كل ده، طب يعني الموضوع فمش بس حاجات، يعني هو في اكيد في كله جزء من الرفاهيه عشان كنا عايشين حياتنا من غير عادي صح، لكن هو بيساعد في حاجات كتير. يعني بقى مبهر دلوقتي، وبقى ايه ده الناس بقت حابه بقى الموضوع. يعني طب انت شايف ان دلوقتي، يعني انت اكيد بتعمل بيوت كتيره وحاجات كتيره ومشاريع كتيره، بيطلب ده على طول ولا بقى لسه؟ قبل كده الناس كانت بتخاف، ايه ده سمارت فهيبقى غالي جدا. لكن مع الوقت بقت ايه ده الموضوع اختلف في ايه بقى؟ اختلف ان الاول كنا لازم نعمل لوحات سمارت ونجيب اسلاك، فده بيبقى تكلفه كبيره جدا، هنقعد بقى ناسس ونعمل ما اعرفش ايه لا، فالموضوع بقى الناس بتخاف منه. دلوقتي القطعه نفسها هي اللي بقت سمارت. يعني اجيب مثلا الاضاءه عندي مثلا، عايز يبقى الزرار بتاع الاضاءه يبقى تاتش بينور، انوره بالموبايل، كل ده بقى اصلا القطعه بتيجي سمارت وبتتربط كلها على شبكه واحده وبتبقى على ابلكيشن، فالموضوع ما بقاش صعب زي الاول، بقى سهل جدا وبقى على طول الناس تقدر تعمل بيوتها. طيب انت في التشطيب الموضوع بيبقى مختلف معاك لما تاسس سمارت او لما يبقى البيت جاهز وعايز تزود فيه خاصيه انه يبقى بيت سمارت؟ دي دلوقتي من المميزات موضوع التطور ده، لان انا كمان انا ببقى شايف ان بعد شويه هتلاقي بقت كل البيوت سمارت، علشان الموضوع بقى متواجد بكثره والاسعار كل شويه بتنزل، وبقى في حاجات كتيره جدا، يعني بقى في انواع كتير من السمارت. زائد كمان ان بقى في ناس مثلا عندها فيلات او عندها بيوت كبيره بتروح هي مثلا الصين، بتروح اماكن معينه تشتري القطع السمارت بتاعتها عشان بتبقى ارخص، مثلا في ناس هنا موردين في مصر بياخدوا منهم، فالموضوع بقى سهل جدا. زائد ان بسبب السهوله دي بقت لو انا بيتي اصلا متشطب وخلصان وجاهز وفجاه كده قررت ان انا اعمل سمارت، فعادي جدا ممكن بكل سهوله ان انا اشيل القطع العاديه واحط القطعه، لان القطعه اصلا بقت سمارت، فمش محتاج بقى ولا اسلاك ولا كابلات ولا اي حاجه. طيب التاسيس لبيت سمارت بالكامل بيفرق معاك ازاي او بيختلف معاك ازاي؟ هو موضوع التاسيس زمان كان فيه فلوس كتيره جدا، لكن دلوقتي ما بقتش اعمل اي حاجه غير ان انا بجيب القطع السمارت في الاخر، بركب القطع السمارت وبتتربط على شبكه بس كده، مفيش اي حاجه زياده في تكلفه التاسيس. لا ده الحاجات دي كانت موجوده قبل كده، يعني قبل كده كنا بنركب حاجات سمارت، بنعمل بقى لوحات، يعني كانوا دايما يقولوا لنا مش عارف اللي بياسس بيته يلحق يعمله سمارت علشان الموضوع صعب ومكلف الموضوع ده كان الاول. بعد كده ولسه كمان، يعني انا شايف ان موضوع السمارت بينتشر بقوه في مصر،
وكل مره يعني كل السنه دي زي غير السنه اللي بعدها غير السنه اللي بعدها بيبقى في تطور رهيب في موضوع السمارت ده. طب انت شايف ايه حلو. احدث حاجه نزلت في السمارت؟ والله السمارت فيه حاجات كتيره جدا. يعني في دلوقتي بقى لو مثلا عندك الحنفيه مثلا الخلاط بتاع الميه نقط سرب فبيديك سنسورز، يعني في سنسورز مثلا يقول لك على الموبايل برضو ان في، عشان الموبايل دلوقتي بقى هو اقرب حاجه لينا يعني فبقى بيديك مثلا سنسورز ان في يا جماعه في حاجات محطوطه هنا فالميه بتنقط، في الغاز بيسرب، موضوع دلوقتي البيت بتاعك بقى بتدخل البيت بالباسورد. يعني انا دلوقتي في باسورد فانا بكتب الباسورد وبدخل ومعايا المفتاح برضو. انت عامل بيتك سمارت؟ لا هو انا عملت بيتي زمان شويه بس بفكر بقى ان انا ادخل في موضوع السمارت ده لان الموضوع بيبقى مريح قوي. وموضوع الاوكره دي كمان لو انا مثلا حبيت ان انا ابعت حد يجيب حاجه من البيت عندي فبديله الباسورد فبيكتب الباسورد المره واحده بس بيدخل يجيب الحاجه، والكاميرات بتاعتي اللي هي السمارت برضو شايفاه بيجيب وبيخرج يجي يكتب الباسورد ثاني ما بينفعش ما بيفتحش هو الباسورد المره واحده. فهو الموضوع لا ده في راحه، في راحه رفاهيه امان كمان فموضوع في 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 جوانب كتيره جدا في حاجة، لكن انت كتشطيب الموضوع ما بقاش صعب. انا بنفس التشطيب بتاعي هو هو هنركب على بعد ما نخلص الاجهزه بنركب في الاخر، بس بقى اللمسه بتاعت السمارت البيت بيبقى سمارت بيبقى شكله كده بيدي يعني نوع من انواع الرخي في البيت. يعني بعيدا بقى في حاجات بقى تاني بالاوامر الصوتيه، يعني كل بنتكلم بالابلكيشن في بقى اللي هي اليكسا وفي يعني بس في ناس ما بتحبش ده، يعني في ناس ما بتحبش تقول يعني لا انا ممكن بالموبايل، حد جاي بفتح له الباب حد خارج كده بالموبايل احسن. بقى مطلوب قد ايه بقى فكره السمارت هوم؟ بص بقى مطلوب لدرجه ان بقى في ناس تعمل حاجات معينه، يعني مش شرط مثلا انا مش عايز ادوس على الزرار الستاير كلها تفتح او الستاير كلها تقفل. لا يقول لك انا مش عايز الستاير، طب انت عايز الاضاءه؟ ممكن ابقى عايز الاضاءه. طب انا عايز الشاترز، لو انا مثلا في فيلا والفيلا كلها فيها كميه شبابيك رهيبه وانا مسافر فهطلع على كل شباك اقفل الشاترز او بالموبايل اروح دايس كده كل الشاترز ينزل. ففي ناس بقى بتختار حاجات معينه في الـ في الـ في الـ في السمارت، يعني مش بتعمله كله وده ميزه برضه. ممكن يختار ان انا عايز اعمل حاجه معينه مش البيت كله ممكن ابقى عايز مش اللي هو مش لازم البيت كله سمارت، ممكن اعمل اوضه سمارت، اوضه مثلا يبقى فيها الاطفال نعمل فيها السنسور عشان لو عيطوا نعرف مثلا الباب بتاعي بس اعمله بالبصمه اعمله بالباسورد بس حاجات معينه. فالموضوع ايه ده بقت البيوت كلها ايه بقى عادي ممكن نعمل فيها اجزاء سمارت عادي. طب خلينا نتكلم عامه في الديكور ككل، ايه اخر الحاجات الجديده في الديكور الترندات دي؟ الحاجات دي برده بتتغير على طول، ايه اخر والله بص هقول لك، هو انا دايما ضد موضوع الموضه في الديكور او الترند في الديكور لان انا ببقى شايف ان الديكور اصلا مش شبه الهدوم مش شبه الفاشن. لا الديكور ده انا بعمل حاجه انا مرتاح لها بس، يعني انا لازم مهم جدا ان انا اعمل الحاجه اللي انا مرتاح لها، اللون اللي انا شايفه هادي ما اعملش اللون الترند اللي شكله شيك قوي الناس لما تدخل عندي ايه ده الله انت عامل حاجه حلوه قوي بس كده خلاص بعد شويه فهزهق منه. لا دايما 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 انا بقول ان البساطه دايما بتؤدي الى الرقي. يعني بشمس كل فترة بيطلع كده حاجات جديدة ترندات جديدة، مرة تلاقي مش عارف حيطة متجلدة خشب على طول، فترات تانية كام سنة حيطة تبقى معمولة بدهان معين ورق حائط، حاجات كتيرة كل فترة بتحصل. ايه بقى اللي موجود دلوقتي او ايه الترند اللي هو دلوقتي في البيوت؟ هو ظهرت الفترة اللي فاتت دي التجاليد الخشب. تجاليد الخشب بقت مسيطرة بقوة، عامل بينها بقى التي في يونت بيتعمل منها ورا ظهر السرير، بتبقى لمسات بسيطه جدا بيبقى شكلها شيك قوي. ظهر برضو كمان حاجات بقى تشبه او بديله، بديل الرخام، بديل الخشب، بديل الحجر، حاجات ظهرت بقوه الفتره اللي فاتت دي. اي نعم بقى في ناس كتير قوي بتستخدمها بطريقه مش احسن حاجه، يعني مثلا ما بتظهر خامه بديل يعني مثلا بديله الرخام فبياخدوا الحيطه مثلا كلها بديل الرخام او بديل الخشب، بقت تتوظف بطريقه مش احسن حاجه عشان بقت ارخص. فالفترة اللي فاتت دي يعني ظهرت بعض الخامات كان في منها حاجات كويسة وكان في منها حاجات مش احسن حاجة او بيتم توظيفها غلط. طب بتشوف ان الحاجات دي بيروح عليها؟ يعني كل فترة بيطلع حاجة جديدة مدة بيوت جديدة فالحاجات دي بيروح عليها ولا بتفضل موجودة؟ والله بص هقول انا دايما اي خامة بتظهر حتى لو فات عليها وقت كبير قوي يعني احنا ممكن بنوظفها بطريقة معينة، لكن لو بتكلم عن الناس العادية بقى هو الصراحة يعني كل ما بتظهر خامة جديدة دي بتتنسي ويركبوا دي، زي مثلا موضوع الليد البروفايل. ظهر فجأة الليد البروفايل وبعد كده اختفى فجأة، وبعد كده ظهر حاجة اسمها التراك الماجنتيك تراك حاجة لونها اسود كده في السقف
وبعد كده بعد شويه هتلاقيها تختفي برده فجاه. لكن احنا كمهندسين ديكور او ناس متخصصين لا بنقدر بقى نختار الخامه اللي ظهرت دي حتى لو ظهرت من زمان قوي نقدر ناخدها بعد كده ونوظفها بطريقه معينه في التصميم. امال ازاي بقى بتشتغل ان انت يعني الواحد بيعمل حاجه فيقول لك انا مش عايز بيت يروح عليه بعد سنه سنتين ويطلع حاجه جديده، فبيعمل ايه او بتنصح الناس اللي هو ازاي تبقى بيتك محافظ على ان هو ما يبقاش قديم بعد سنتين ثلاثه؟ والله هو ده بيبقى على حسب التصميم، يعني كل احنا ما بنعمل تصميم مودرن او نيو، يعني هو احنا بنعتمد دايما الستايلات، الستايلات عمرها ما بتقدم. فكره بس الخامه هي اللي ممكن او ناس بتبقى شايفه ان هي لا اصل الخامه دي ادمت، لكن ده لو احنا معتمدين ستايل معين وماشيين عليه وتصميم جوه تصميم معين ولا بتقدم ولا اي حاجه. كمان زائد اما بنبقى عاملين الديزاين بشكل معين وبالوان عاملين ماتشنج واضاءه، فانت طول ما انت يعني مثلا ممكن 10 15 سنه تدخل البيت ما تحسش باي حاجه. طب ايه اللي راح عليه دلوقتي؟ ايه الموضه اللي في البيوت راح عليها دلوقتي؟ ورق الحيطه لسه شغال ولا ورق الحيطه ما بقاش قوي؟ يعني ظهر بقى مكانه التجليد الخشب، ظهر مكانه بديل الرخام، بديل الخشب، بديل الاحجار، الحاجات دي كلها بدات تظهر، بدا بقى يختفي بديل الخشب، بدات تختفي نوع سبوتات معينه، بس دي انواع بقى، انواع سبوتات معينه بدات تختفي. النجف لسه موجود ولا لا؟ يعني بدا يختفي موضوع النجف نفسه يعني أصلاً. بدات ناس بقى تقول لا انا مش هعمل نجف وخلاص وبلاش، بدا موضوع ان انا مثلا اعمل ثلاث حوائط لون وحيطه لون ومع لا ما عادش الناس بتعمل الكلام ده، بقى كله نفس اللون. بدا بقى يظهر السمارت، بدا يظهر الوزره المخفيه، بدا يظهر حاجات بقى تكنيكال اكتر في البيوت يعني. واكيد من الحاجات دي احنا اتكلمنا عليها في من الحته الديكوريه، بس كمان السمارت، الفكره ان البيت نفسه بقى سمارت، ده برده بقى من الحاجات المتطوره. هل شايف ان ممكن يروح عليه بعد فتره؟ لا ما اظنش، ده هو بيتطور بشده رهيبه. ما هو بيتطور، كنت لسه بتقول ان اللي اشتراه او عمل اسس بيته من فتره دفع فلوس كتير قوي، لكن دلوقتي خلاص الموضوع بقى تمام. ما هو كل ما بيرخص اكيد قدام هيبقى لا كل ما بيرخص بينتشر اكتر. كل ما يعني انا اظن او انا شايف ان كل الحاجه ما بتظهر الاول، يعني زي اي حاجه، زي الموبايلات اما ظهرت مثلا كانت غاليه جدا، زي ما اي حاجه بتظهر في الاول فبتبقى غاليه قوي، بعد كده واحده 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 حاجه بقت بترخص وبقت الناس كلها بتعملها، يعني بقت الناس كلها معاها موبايلات عادي. الاول ما كانش كده، فيعني اقصد لما الحاجه بتظهر في الاول بتبقى غاليه جدا وتبقى صعبه وبتبقى مكلفه، بعد كده بقى واحده واحده الناس بقى بتتبسط اكتر يعني. فمش يعني المفروض بالحسبة او بالمنطق ان هو ما يروحش عليه بعد فتره؟ لا خالص خالص، المفروض ان هو كمان بالعكس ينتشر بشده. وينزل فيه تكنولوجيات اكتر يعني اكتر، بينزل حاجات اكتر. بينزل حاجات اكتر وبينزل كمان انواع احسن، يعني كل فتره النوع ده كان من فتره، بعد كده بيطلع نوع احسن، بعد كده بيطلع نوع كده. ايه احسن الانواع؟ هل هي بالبلاد يعني مثلا بيقول لك النوع ده مش عارف كذا، النوع ده كذا؟ لا اصل ده موضوع الانواع ده قصه كبيره جدا، لان في انواع مثلا صيني، في جوه الانواع الصيني شركات جوه الصين، في انواع الماني جواها شركات، الايطالي كده بيبقى بالتدريج يعني. وده كده كده احنا اصلا في العادي بنلجأ للمتخصصين يعني. برضو خليني اقول لك ان مهندس الديكور مش هو، لا مش هو اللي بيعمل السمارت، ده هو بيعمل انت إيه بقى؟ بتاسس بس، لكن بيجي شركه بقى بتيجي متخصص، بقى حد بقى مهندس بقى اتصالات او مهندس شبكات بيبدا يشتغل بقى على تفاصيل بتاعه الشغل كله بالكامل يعني. واحنا بنعمل بقى ماتشنج ما بين يعني ما بيننا وما بينه، ان احنا بتأسس عايزين حاجه البيت. معينه انت بتاسس له وتجهز له البيت. ايوه، هو بيجي بقى يفك المفتاح الكهرباء ويركب بقى ويركب الاجهزه المختلفه ويوظف بقى الحاجات اللي احنا عايزينها. طب اخر حاجه نزلت في التكنولوجيا دي ايه بقى؟ موضوع السمارت. لا هو موضوع السمارت هو مش اخر حاجه نزلت بقى، هو فكره ان بقى دلوقتي تقدر تخلي اي حاجه في البيت سمارت، يعني التكييفات تبقى سمارت، الستاير، الشاترز، الشبابيك، باب الشقه نفسه، السلم، الاضاءه، كل مثلا ما تروح مكان ينور لوحده، تخرج منه يطفي. السنسرز اللي في البيت، السنسرز في البيت كله بيتملي سنسرز، فتقدر تخلي اي حاجه في البيت دلوقتي سمارت. حتى الحمام دلوقتي بقى بتدخل، المرايه نفسها بقت سمارت يعني. المرايه نفسها تقدر تستخدم جوجل وانت في وشك الصبح، تغسل وشك الصبح فجي لك رساله، حاجات كده. ففي حاجات بعد كده هتخض يعني. باشمهندس انا بشكرك جدا، نورتني في زي اي يوم.